استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الوزير خارجية تركيا هاكان فيدان والوفد المرافق له، وده كان بحضور دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وسفير تركيا بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن وزير الخارجية التركي نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مشيدا بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي واللي كانت أساس لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين. اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية ما بين البلدين، وتم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى ما بين مصر وتركيا لما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي. سيادة الرئيس أكد أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة فيما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة، وشدد على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يتطلب تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية. سيادة الرئيس أشار لتحذير مصر مرارا من خطورة توسع نطاق الحرب على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين ومقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. مصر وتركيا توافقت بشأن خطورة المشهد الإقليمي وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، وشدد السيد الرئيس على أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وفقدان لأبسط مقومات وأساسيات الحياة. تم التأكيد على ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967 بما يحقق العدل والأمان والاستقرار بالمنطقة على نحو مستدام. كمان وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، أكد خلال وأن هناك ضرورة للبناء على المسار الإيجابي في العلاقات مع تركيا، وأشار إلى أن اللقاءات ما بين البلدين بتساهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، ومصر وتركيا على الاستعداد لتنسيق الجهود لصيانة الأمن والاستقرار بالمنطقة. أضاف كمان السفير بدر عبد العاطي: توافقنا على تكثيف العمل معا خلال الفترة المقبلة للوصول بالتبادل التجاري ما بين مصر وتركيا ل 15 مليار دولار. الحقيقة أن المواقع الإخبارية تناولت زيارة وزير الخارجية التركي لمصر ولقائه بالرئيس السيسي، فكتب موقع اليوم السابع: الرئيس السيسي خلال استقباله وزير الخارجية التركي الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة يستوجب أعلى درجات ضبط النفس، ومصر حذرت مرارا من خطورة توسع نطاق الحرب على نحو يهدد السلم والأمن الإقليمي. موقع العربية أيضا كتب: الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية تركيا ونتطلع لعقد أول اجتماع استراتيجي بين البلدين. موقع فيتو نشر أيضا خبر بعنوان: تمهيدا للقمة بين السيسي وأردوغان، وزير خارجية تركيا يجري مباحثات في مصر. جهود كبيرة بتبذلها مصر وتركيا علشان يتم تنسيق مشترك وان يبقى فيه تهدئه للاجواء في الشرق الاوسط الملتهب. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاطار ايضا استقبل دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين بالخارج. اللقاء كان بيتناول عرض تقرير تنفيذي الثاني للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، تضمن المبادرات البرامج المشروعات اللي تم تنفيذها في المحاور الاربعه للاستراتيجيه الوطنية لحقوق الإنسان، واللي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها
الشامل والسياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كمان تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة. وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري بيشهد استكمال لإنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، تشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة لتعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، إنشاء صندوق قادرون باختلاف، تحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وحقوق المسنين. كمان إن الحكومة تقدمت بتعديلات على مشاريع قانون ذات صلة بحقوق الإنسان. المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قال أن السيد الرئيس وجه باستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية وترسيخ لأسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز، وشدد أيضا على استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في استراتيجيات وخطط وسياسات العامة للدولة ومواصلة تنفيذ برامج بتستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.